ماذا بعد اغتيال الوزير محمد شطح وانفجار الضاحية الجنوبية الجديد؟ هل تبصر الحكومة النور أم أن لبنان محكم بالفراغ السياسي؟ ماذا عن المحكمة الدولية عشية انطلاق المحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه؟ النائب نهاد المشنوق ضيف بولا يعقوبيان في انترفيوز الليلة الساعة 9:30 على المستقبل، بالاشتراك مع البنك اللبناني الفرنسي. كل رأي بيستحق ينسمع وكل طموح حدا يآمن فيه. البنك اللبناني الفرنسي راعي طموحاتكم وانترفيوز.